السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك كنا وصلنا في لابارتي ديال الشيمي بيان سور من التصحيح ديال الكونكور ديال التعليم بالنسبة للدورة ديال يونيو السنة ديال 2020. دونك كنا وصلنا في لابارتي شيمي أورغانيك. دونك قال لك أسيدي هنايا باغمي سي ريبريزونتاسيون لاكيل ريسبكت لا كونفونسيون دو كرام. هذا سؤال سهل جدا. دونك بالنسبة للـ A ما كيحترمش أصلا لا كونفونسيون دو كرام. دونك كرام كيكون عندنا بيان سور عندنا جوج ديال لي زاتوم كيكون عندنا في البلان والاخرين واحد كيكون اون اريير واحد اون افون. بالنسبه للبي عندنا كاينه كرام وبالنسبه للسي كاينه كرام. بالنسبه لهذا دونك بالنسبه للبي دونك عندنا اذا لاحظنا هنايا عندنا لا فونكسيون ديالش هاد او اش او لا اش فونكسيون ديالش ديال الكول. دونك هنايا عندنا اش بيان سور اون افون وعندنا او اش فونكسيون ديال الكول اون اريير. دونك لا فونكسيون ديال الكول خصها تكون في البلان ما خصها لا تكون لا اون افون ولا اون اريير. دونك هذه خطا. حتى بالنسبه للدي عندها او اش اون افون دونك هي اللي خطا. مازلنا ان سول شوا لي هو سي دونك هي اللي غتكون فري. دونك عندنا او اش في البلان عندنا اش اون اريير او اش اون افون وعندنا سي اش تروا. دونك لا بون ريبونس هي سي. Donc d'abord nous allons la question suivante. Alors parmi ces affirmations concernant les tests caractéristiques des dérivés carbonyles, laquelle est correcte? Donc adna les affirmations, on va chercher une est correcte. Avant de chercher une est correcte, donc on a donné un tableau, donc tu peux le garder, دونك هذا نحطو اللي بغى يدير له سكرين واللي بغى ياخذ البي دي اف كامل يطبي لي جيميل ديالو لتحت. داكوغ دونك بالنسبه للبرومي تيست عندنا بيان سور هاد لي كربونيل هما بيان سور هما لي زالدييد و سيتون. دونك هما لي كربونيل عندنا هادو هما اللي نعتمو بهم هنايا. دونك بالنسبه للخيار الاول اذا لاحظنا في هاد الجدول دونك غنلقاوه خطأ. بالنسبة للخيار الثاني إذا لاحظنا في الجدول غادي نلقاوه خطأ. بالنسبة للخيار الثالث إذا لاحظنا في الجدول ليكور دي فيلين أوكسيد ليزالديد إي دون بريسيبيتي روج بريك. بالنسبة للالديد عندنا ليكور دو فيلين كاينه كي رياكتيف مع ليكور دو فيلين كيعطينا بريسيبيتي روج بريك. دونك لا بون ريبونس هي سي. داكوغ دونك هذيك الساعه نحطكم الطابلو هذا ولا ديروا له سكرين وتحفظوه. طبعا هذا خصك تحفظوه. دونك هاد لي تيست دو كاركتيريزاسيون بيان سور خصك تحفظوه باش الا عطاوك هاد لي زافيرماسيون دونك بحال هاد لي كيستيون ما خصكش تضيعهم. بون دونك نتوقفوا هنا وندوزو لا بارتي سويفونت. بون دابا وصلنا في لا بارتي ديال سينيتيك شيميك. دونك هاد لا بارتي هادي فيها ان كيستيون وعليها ان بوين. دونك ان بوين راه ساهله بزاف. دونك قال لك سوا لا رياكسيون ديسميتاسيون دو لو اوكسيجيني دونك دو الماء الاوكسيجيني. دونك هذه هي ليكواسيون ديالو. اون دون بور سيت رياكسيون لا كورب ريسبكتيف دو لا فونكسيون دونك ln دو h ln دو لا كونسونتراسيون دو h2o2 اون فونكسيون دو t. دونك سوا كا لا كونستانت دو لا رياكسيون دونك كا constante de la réaction, de la vitesse. Parmi les propositions suivantes concernant cette réaction, laquelle est correcte? Donc, on a calé le quatrième ou quatrième. Donc, qui est-ce qu'on dirait en charge? Simplement, on charge l'équation de la droite ou le coefficient directeur ou à icône ou à. Donc, qui est-ce qu'on dirait l'équation de la droite? Donc, bien sûr, on a qui est le ln de h de o2. C'est ça, oui, non. Donc, on a un icône négatif, bien sûr, c'est une moins a fois t plus b. B, c'est une constante de quoi? L'abscisse à l'origine. Bien sûr, b, mais on a un dire b. On a fait un petit mot, un naqis a. Donc, naqis a, il y a naqis k. Un naqis k, qui est un dire a, il y a delta, d'il ln, h2, o2, on a deux valeurs. Au bien sûr, le temps, bien sûr, delta t, on a deux valeurs. D'accord? دونك موان كا ايغالا. دونك ناخذو دو فالور. فالور الاولاني غادي ناخذو هي هادي. دونك هنا عندنا موان زان هنا موان دو هنا موان دو فيرغول سانك. دونك موان دو فيرغول سانك موان ناخذو الفالور الثانيه هي 3 دونك هي هادي. دونك موان 3 هي بلس 3. بالنسبه للموان دو فيرغول سانك لا فالور اللي كتقابله هي 0 دونك هي 0
موان دونك هنايا عندنا 5 ولا فالور اللي كتقابل 3 عندنا 5 وهنايا 10 دونك هنايا 10.5 موان 10.5 داكوغ دونك موان كا ايغالا موان 0.04 مينوت موان ز سوغ عندنا هنا مين 3 تطلع الفوق تولي لنا مينوت موان ز دونك كا فينالمون ايغالا سي 0.04 مينوت موان ز دونك لا بون ريبونس كنلاحظوا هي دونك هاد الكيستيون هي ساهله وعليها ان بوين دونك بحال هاد لي كيستيون ما تضيعوهمش كما سبق لي قلت ان في المباراه حاول ما امكن ان لي كيستيون الاولى واللي كيستيون اللي هما ساهلين ما تضيعهمش وباخص لي كيستيون الاولى خصك بالضبط خصك تجيبهم صحيحين علاش باش تعطي فرصه ان المصحح يكمل معك الورقه ديالك داكور حد هنا مزيان دونك اون باس ماتنون فيغ لا بارتي ديال الشيمي دي سوليسيون كنا وصلنا في لا بارتي ديال الشيمي دي سوليسيون دونك برومي بارتي كومبوزيسيون دان سيستيم شيميك دونك ا في 1 ايغالا 100 مليلتر دان سوليسيون ا كوز دو نيترات دارجون دونك دو نيترات دارجون دو كونسانتراسيون مولير سي ايغالا 5 فوا 10 بويسون موان 2 مول بار لتر اون اجوت اون ماس دو بلومب ام 0 ايغالا 1.2 غرام لي دوني عندنا البوتونسيال ستاندار بالنسبه للبلومب بوتونسيال ستاندار بالنسبه للارجون وعندنا بيان سور لا ماس مولير دونك بالنسبه للبروميير كيستيون فهاد لا بارتي هادي طالبين من ليكسبرسيون دو لا كونستانت ديكيليبر كا اسوسيي ا ليكواسيون دو لا رياكسيون دوكسيداسيون كي سو برودوي اي دونك باش نعطيكم ان كي ديروا تخرجوا هاد لا كونستانت هادي بلا ما تضروا على داك المراحل وديروا ليكواسيون شاك كوبل وديروا ا ليكيليبر ديروا كيساوي 0 دونك هاداك الشيء هاداك ما دونك هذاك ما صالحش في لي كونكور اللي فيهم كوسيم هذاك ما يعطيك ريديجي ديك الساعه حاجه اخرى دونك بالنسبه في لي كونكور بحال هكا لي كونستانت ديكيليبر بلا ما تبقى تحمق راسك ودير ليكيليبر كيساوي 0 وتولي وتبقى دونك هذا كضيع الوقت دونك حنايا اون جينيرال كتكتب كاكومسا او كتكتب هي ديز ا لا بويسونس ان هاد ان شنو هو هو النمبر ديال لي زيليكترون اللي كاينه بين هاد لي دو فواش او او ستاندار لي كبيره دونك اللي كبيره في هاد لي دو شنو كيبان هنايا شكون اللي كبيره في هاد لي دو هي او 2 دونك هي او 2 موا او صغيره هي او 1 هادشي كامل ديفيزي بار 0.06 داكور دابا خصنا نعرفوا النمبر ديال الالكترون ياك كي نديروا نعرفوا النمبر ديال الالكترون دونك اللي عنده دابا كنشوفوا البوتونسييل او 2 كبيره من البوتونسييل او 1 لا باينه دابا هنا خصنا نشوفوا شكون اللي يوقع له لوكسيداسيون شكون اللي يوقع له الريديكسيون دونك بالنسبه لاجي شنو يوقع له يوقع له الريديكسيون دونك اجي بلس بلس ان الكترون كيعطينا اجي سوليد دونك حنايا الهدف ديالنا هو ننتجو لارجون وبالنسبه للبي بي دونك بي بي سوليد غادي تعطينا بي بي دو بلس بلس دو الكترون هنا باش غادي نديرو باش غادي نوازنوا هاد المعادلات دونك هنايا سوفي ملتيبلي بار 2 هنايا بار 2 هنايا بار 2 دونك النمبر ديال الكترون اللي هو 2 دونك هنايا غادي تولي عندنا ك كتساوي لنا هي 2 على لا 0.06 هي 10 وهنا تولي عندنا هي او 2 موان او 1 تولي لنا هي 0.03 هي كتخرج بكل بساطه دونك لا بون ريبونس كنلاحظوا هي بي دونك هي لا بون ريبونس داكور دونك الا مشيتي بداك الميثود اللي كتعرفها غتدوز فيه هنايا 10 دقائق ولا 5 دقائق بون على اين دونك دابا ندوزو لا كيستيون مواليه دونك 9 طالبين منا قالك اسيدي لا كومبوزيسيون دان سيستيم شيميك دي زيون بي بي دو بلس اي اجي بلس ا ليتا فينال عطينا لي كونسونطراسيون خصنا نقلبوا عليهم ا ليتا فينال دونك نديرو ان بيتي طابلو دافونسمون بيان سور خصنا نديرو ليكواسيون دو بيلون قلنا عندنا دو اجي بلس بلس دو الكترون كيعطينا اجي سوليد وبالنسبه للبي بي سوليد كيعطينا بي بي دو بلس بلس دو الكترون ياك ليكواسيون دو بيلون غادي نديروها في الطابلو هذا دونك هنا هي ليكواسيون ليطا تي اي هنا تي فينال داكوغ دونك بالنسبه لهادي غادي نديرو هنايا دو اجي بلس بلس بي بي سوليد يعطينا سيدي اجي سوليد حنا الهدف ديالنا هو نتجو اجي بلس بي بي دو بلس داكوغ دونك اليطا انيسيال بيان سور خصنا نحسبو عطينا الكونسنتراسيون ديالو دونك هي سي فوا في هي سي فوا في بالنسبه لاجي ان اي دو اجي ايغالا سي سي فوا في دونك سي سي 5 ودي هي فوا 0 1 دونك عطينا هي 5 فوا 10 بويسونس موان 3 مول دونك هنايا 5 فوا 10 بويسونس موان 3 مول
هنا 5 فوا 10 بويسونس موان 3 مول موان بيان سور 2x فينال خلاص هذا سوليد دونك هذا سوليد ميم شوز بالنسبه لهذا سوليد دونك هنايا عندنا دو هنا 0 بيان سور على ايطا انيسيال ما كاين والو هنايا اكس فينال شنو المطلوب منا طلبنا نحدو الكونسنتراسيون خصنا نشوفو بعدا بيان سور هذا سوليد دونك هذا هو الرياكتيف ليميت دونك اكس ماكس اش كتساوي لنا كتساوي لنا هي 5 فوا 10 بويسونس موان 3 ديفيزي بار 2 ايغال سي 2.5 فوا 10 بويسونس موان 3 دكور مول بيان سور الى بغينا الكونسنتراسيون ديال هذا ليطا فينال سوفي بيان سور نديرو ان الكونسنتراسيون دو بي بي دو بلس على ليطا فينال ايغال هي اكس اف واللي هي اكس ماكس في هذه الحاله دونك تساوي لنا شحال هي دونك تساوي لنا هي 2.5 فوا 10 بويسونس موان 3 ديفيزي بار كوا ديفيزي بار في في شحال هو هو 0.1 لتر ديفيزي بار 0.1 ايغال سي 2.5 فوا 10 ال بويسونس موان 2 دونك هنايا عندنا موان ز طلعنا هنا تولي لنا 1 دونك تولي لنا موان 2 بيان سور مول بار لتر دونك اش كنلاحظوا هنايا اين هي دونك بي بي عندنا 2.5 دونك 2.5 عندنا هذه عندنا بي وعندنا دي دونك دابا خصنا نحدو اجي ضروري خصك تحدد اجي حنايا نحدو اجي دابا كنديرو نحدو اجي كونسنتراسيون ديال اجي عندنا كا ديجا كنا لقيناها دونك ديرو التطبيق العددي ديالها عندنا كا شنو هي دونك بغينا كا من هنايا هي الكونسنتراسيون ديال بي بي دو بلس علاش على الكونسنتراسيون ديال اجي هنا فيت اتونسيون او كاري سوغ ليطا فينال ليطا فينال دونك الا بغينا الكونسنتراسيون ديال اجي دو بلس هي الراسين دو كوا نجيبو هادي هنا وتولي هنا هي الكونسنتراسيون ديال بي بي دو بلس على كا دونك فينالمون كونسنتراسيون ديال اجي دونك كالكيلاتريس غادي دير هادشي هذا لا فالور ديال كا ولا فالور ديال بي بي اللي جبرناها هي 2.5 فوا 10 بويسونس موان 2 فينالمون اون تروف كو لا كونسنتراسيون دو اجي بلس ايغال ا 6.5 فوا 10 بويسونس موان 17 مول بار لتر دونك لا بون ريبونس هي دي لا بون ريبونس هي دي دونك كانت كتشوف عندنا دي كيسيون اللي هما سامبل خصك غير شويه ديال كونسنتراسيون باش تخرج لي كيسيون داكور دونك اون باس ماتنون فيغ لا دوزيام بارتي لوتيل دو لا بريسيبيتاسيون بار كونديكتيمتري دوزاج اسيد باز دونك فهاد لا بارتي قال لك سيدي ا 25 دوغري سيلسيوس اون اجوت دو هيدروكسيد دو كاديوم دونك هنايا فيت اتونسيون هنايا عندهم خطا دونك هنايا سي دي سي با سي ا سي با سي ا دونك هنايا سي دي عندهم خطا انا ردوا البال اللي نونسي بعض المرات كيكونوا اخطاء دون دو لو بيور دو كونديكتيفيتي سيغما دونك سيغما دو لو هي 72 ميكرو سيمس بار متر ابري ساتوراسيون اي فيلتراسيون اون ميزور لا كونديكتيفيتي دو لا سوليسيون انسي بريباري اون تروف كونديكتيفيتي ديال سوليسيون ايغال ا 630 ميكرو سيمس متر موان زان دونك عندنا هنايا لي فالور دو لا كونديكتيفيتي مولير ليميت لوندا 0 بالنسبة للاش او موا وبالنسبة للسي دي ان دونك ليون دو كاديوم دونك لا ديفيرونس انتر سيغما سوليسيون اي موان سيغما دلو ريبريزونت نردو البال لا كونديكتيفيتي غولي او زيون دو كاديوم انترودوي دونك نو هذه فقط ديال سوليسيون مازال ما درناش ديال بالنسبة للثانية قال لك لا كونديكتيفيتي غولي او زيون دو كاديوم اي هيدرونيوم انترودوي نو دي فوس حنا عندنا اش او موا هي هيدروكسيد دونك لا كونديكتيفيتي غولي او زيون دو كاديوم اي هيدروكسيد دونك هذه هي لا بون ريبونس هي سي داكور راه باينه من خلال هذه العلاقه راه باينه دونك دابا اون باس فيغ لا كيسيون سويفونت دونك هنايا 11 قالوا لك سيدي لا فالور دو برودوي دو سوليبيليتي كاس دو هيدروكسيد دو كاديوم فو هنايا رد البال شوف راهم قطعوا بزاف د الخطوات باش يوصلوا لك كاس دونك كاس انت شنو خصك دير طابلو دافونسمون دونك فحال هاد لي كيستيون هادو دائما خليهم هما الاخر ما تزربش فيهم داكور دونك نديرو ليكواسيون ديالنا عندنا سي دي او اش دو سوغ ليطا سوليد دونك اش كيعطينا كيعطينا سي دي دو بلس دو او اش موان داكور دونك هنايا ليطا انيسيال هنا عندنا اكس هنايا اكس موان اس هنا 0 0 هنا اس هنا 2 اس دونك بيان سور عندنا الكونسنتراسيون ديال سي دي دو بلس ايغال
اس شي كول شي كيعرفو دونك اللي مراجع شويه الشيمي دونك هادشي راه كيعرفو دونك هنايا اش ايغال اش سي 2 اس هنايا اس دونك اذا بغينا ك اس هنايا ك اس هي البرودوي ديال هاد لي دو دونك غتجي لنا هي الكونسنتراسيون ديال سي دي 2 بلس فوا كونسنتراسيون ديال اش او موا في طونسيون هنايا او كاري حيت عندنا 2 دونك غتجي لنا هي اس فوا 2 اس او كاري دونك ايغال سي 4 اس على بويسونس 3 هادي هي ك اس دونك حنايا دابا خصنا نحدو اس باش نلقاو ك اس كنديرو نحدو اس وعندنا لا غولاسيون عندنا سيغما كنعرفو سيغما اون جينيرال اش كتساوي لنا هي عاطينا هاد لي لوندا خصك ضروري تحتاجو هي لا سوماسيون دو لوندا اي فوا اكس اي ياك كونسنتراسيون هاد سيغما هادي شنو هي سيغما راه هي سيغما ديال سوليسيون موان سيغما ديال لو داكوغ هي هاديك هي سيغما ديال سوليسيون موان سيغما ديال لو دونك واش كتساوي لنا هادشي هذا هادي بدوره اش كتساوي لنا دونك سيغما ديال سوليسيون موان سيغما ديال لو اش كتساوي لنا بدوره تساوي لنا هي لوندا ديال اش او موان فوا الكونسنتراسيون ديال اش او موان بلوس لوندا ديال سي دي بلوس فوا الكونسنتراسيون ديال سي دي داكوغ دونك كتساوي لنا دونك الكونسنتراسيون ديال اش او موان اللي هي دو اس Donc 2S fois lambda de H au moins plus concentration de CD qui est S fois lambda de CD 2 plus. Donc on va factoriser par S. Donc S est une ligne fois 2 fois lambda de H au moins plus lambda de CD 2 plus. Donc on va le côté de l'élevé. Donc on va faire S. Donc S égale à c sigma de la solution moins sigma de l'eau divisé par 2 fois lambda de H au moins plus lambda de CD de plus. Application numérique, on trouve bien sûr que S, donc on repasse sur chaque terme, donc S égale à 630 moins 720. J'ai quand même multiplié FH. Donc on a un micro siemens, on a un peu de milli siemens. Et on a un peu de milli siemens, on a un peu de milli siemens. نحاولوها الميلي سيمنز كي هي فوا 10 بويسونس موان 3 داكوغ هنايا فوا 2 فوا لوندا ديال اش او موان هي 19.9 بلس 10 هي لوندا ديال سي دي دو بلس 10.8 فينالمون اس ايغالا سي 0.011 بيان سور لينيتي هي المول باغ متر كوب داكوغ دونك قلنا لقينا سيدي ان كاس ايغالا كوا égal à 4 s à la puissance 3 donc égal à c 4 fois 0.011 à la puissance 3 ou bien sûr il y a redou le bel donc 0.011 fash hna adna mètre à la puissance 3 khsna darouri nhawlouha en lettre redou le bel fhad el qadiya hadi donc khsna nhawlouha en lettre il suffit de multiplier fois 10 à la puissance moins 3 à la puissance 3 donc finalement KS va être 5.32 fois 10 à puissance 15 fois 10 à puissance 15 donc la bonne réponse donc 10 à puissance moins 15 donc la bonne réponse est la bonne réponse d'accord maintenant on passe vers la question suivante il y a la question 12 دونك هاد لا كيسيون 12 فيها شي شويه ديال المعطيات ضروري خصك تنوطيهم ملي تكون في المباراه دونك قال لك سيدي اون ايتيدي بار كونديكتيمتري لو دوزاج دو فوليم في 0 ايغال 50 مليلتر دان سوليسيون كونتينون لاسيد كلوريدريك H3O+ Cl- دو كونسنتراسيون مولير سي 1 ايغال 7 فوا 10 بويسونس موان 2 مول بار لتر et le chlorure de cadmium Cd de plus de Cl moins. De concentration molaire Cd. La solution titron est une solution d'hydroxyde de sodium. Na plus HO moins. De concentration molaire Cb. De telle sorte qu'un puisse négliger la dilution. Donc, regardez, négliger la dilution. Donc, la réaction qui se déroule au premier lieu est, donc, regardez, la première réaction est celle qui se déroule en second lieu. Donc, regardez, la seconde lieu. Les volumes équivalents pour les deux réactions sont respectives V équilibre 1 et V équilibre 2. Donc, les valeurs de V équilibre 1 et V équilibre 2. Qui regardez, le problème. سير على ليكيليبر كيكون عندنا الكونتيتي د ماتيير ديال رياكتيف كتساوي الكونتيتي د ماتيير ديال البرودوي داكوغ دونك بالنسبه للبرومي رياكسيون دونك عندنا هو H3O+ H O-
كيعطينا جوج ديال H2O. بالنسبة تكون عندنا NA كتساوي NB، دونك غيكون عندنا N ديال الأسيد كتساوي لنا N ديال الباز، إمبليك تساوي لنا هي V0، دونك الأسيد الأول هو V0 فوا C1 إيكالا سي CB فوا VB E1. دونك VB E1 ساهل نجبدو هذا، دونك هي V0 فوا C، دونك هادي غتولي لنا، دونك تولي لنا هي C1 سور CB فوا V0. Donc C1 sur CB, application numérique, donc here, donc C1 sur CB, donc C1 il y a 7. 7 bien sûr il y a fois 10 à puissance moins 2, donc il y a 7 fois 10 à puissance moins 2, divisé par 1, il y a CB, il y a 1, fois 50, donc VB1, VB1, égale à exactement 3,5 millilitres. Donc à l'intérieur de ce hadith, nous pouvons nous donner une réponse, d'accord. راه باين هو مي دابا نحدو في اليكيليبر الثاني، في اليكيليبر الثاني خصنا نتفقوا عليه، لان في اليكيليبر 2 كيساوي لنا هو في اليكيليبر 1، لان غادي نزيدو عليه هادشي هذا بلس في اليكيليبر سميوه 2 ونسميوه ونديرو لو بريم. دونك هاد في اليكيليبر 2 هو اللي غادي نديرو هاد ان بي كتساوي ان ا، دونك في اليكيليبر 2 فوا اش فوا سي بي، دونك فوا سي بي داكوغ فوا سي بي كيساوي لنا هو C2 هو V0، داكوغ امبليك كو V على الكيليبر 2 سميوها بريم ايكالا C، دونك نديرو ابليكاسيون نيميريك كتسينا هي C2 فوا V0 شي كامل ديفيزي باغ CB، دونك V على الكيليبر 2 بريم ايكالا C 4,5 مليلتر، داكوغ دونك هذا غادي نزيدو على هذا، دونك 3,5 بلس 4,5 دونك هي دونك V2 في الكيليبر 2 ايغالا سي 8 مليلتر، دونك ها راهينا هي لا بون ريبونس هي ا. دونك فقط لقيتي انت الجواب الصحيح الاول بلا ما تكمل على الثاني، الا ما كانوش عندك بحال الاسئله اللي فايتين كيكونوا كيقلبوهم لك، داكوغ حد هنا غادي نتوقفوا ولا بارتي سويفون غادي نكملوا عليها في لا فيديو اللي جاي، دونك اون ساريت لا اي ا بيانتو.